أنا أدعو الإخوة جميعا وكل المؤمنين أن لا يهتموا، خصوصا هذا الشاب النزق اللي كل يوم مسوي له قضية، جايب صورة وحارقها، جايب علم حارقة، هذا يبحث عن مبررات لإعطاء امتيازات هناك. إحنا لا ننشر، إحنا لا نشارك، وكأنما شيء لم يكن. هذا بخصوص هذا الولد العراقي، هذا الشاب العراقي، أن لا يعتنى إليه ولا ينشر له ولا يعلق عليه، أنا أعتقد بحد ذاته كما ورد في الروايات الشريفة، هذه رواية هواي مهمة. نعم. أن الفتنة بعض الأحيان مواجهة الفتنة بالاستغفال. استغفال عشانه نسوي نفسنا قضية ما صايرة. بعض الأحيان هالشكل تموت الفتن وتموت يموت الباطل بمن؟ بالغفلة عنه، بتجاهلها. فأنا أرجو الشباب أن يتجاهلون القضية. نعم الحمد لله تماسكنا أكثر وعرفنا الغرب شنو ماهيته، وعرفنا أن هناك تحدي ثقافي وهذا مهم جدا. أحسنتم.